لو بين كسر العمدان كسر ولا العمدان. شو رايك حاج بالمنظر هذا يعني اللي انت شايفه قدامك؟ والله يا اخوي بلدنا هون شو بدي اقول لك يعني بالاسف متاسف متاسف انه شيء انه انا اذا واحد نفتش بالحجر او بالطريق او بالسياره او باي اشياء ثانيه اللي هي غير ما تنطب. نعم الانسان له حق يجي مثلا يقول لي حد هاي نطلع من منظرتي كل واحد يجي يقدر يشوفه يكون منظرها شلبي وكذا. متاسف اخرى وبتاسف على انه يكون يصدر بلدنا من الشيء من الشيء. شو هذا المحل هون حاج؟ ها؟ شو هذا المحل؟ هذا مثل ما تقول اللي احنا بيسموها الاندرتا اللي هي تبعت الجنود نصب للسكاري السكاري تبع الجنود اللي انخطفوا بسنة 2000 اللي عمر وارفاق وهذا نعم علي. نعم هذا اللي بنقوله شايف علي. بس بتاسف اللي اخرى مره بتاسف اللي انه بيحصل اشياء من الشكل اللي بيجي بنخرب مخرباتنا الشكل عيب. يعني هاي المستلفيات هون هذا البلد كلياته خرب. وهناك شو يعني يتم رش هذا المكان بهذا يعني السواد؟ يعني ما بعرف انه هذا هل انه هذا الامر هذا اذا واحد يعني هل مضايقه هذا البلاط؟ هذا البلاط مضايقه يعني شو القصه ما بعرف شو يعني. واخر مره بقول عيب عيب على على علينا على بلد. طب هذا بس شو بده يصلحوه؟ لا حول الله ولا قوة. حاج رحيم تتوجهوا للشرطة انه يعني يلقوا القبض على الجاني الانسان اللي قام بهذا الشيء؟ طبعا من الحق الشرطة انها بتلاحق او تفحص بجد الجد يعني على هذا الامور. فهمت علي؟ لانه احنا يمكن اليوم هذا بزيت اما تعرف شو بكره في هون سجر وفي اشياء ثانيه. فهمت علي؟ في اشياء اللي هم من هذول الزيتات. فاذا مثلا المعنى تلاحق هلي او تمسك طرف اللي هذول اللي بيعملوا الشغلات من هالشكل لازم يتربى وتربي للشرطة. بس شو بدي أقول؟ ما بدي أكثر من أقول إحنا إنه صايم الواحد وشهر رمضان يعني ما بدنا نحكي أكثر من اللي إحنا شايفينه. شكرا. الحج شو الاسم الكامل؟ علي. علي سواعد. أيوة. أبو إيش حاج؟ أبو مرزوق. احنا من 2000 او من 2003 فهمت علي بعد ما الجنود انه رجعوا عرف انه ما عرفنا. نعم. ومن هذاك الوقت او بعد بسنه بال 2004 انه طلع عملوا البلديه الطبريه للجنود الثلاثه. نعم. وبرمات جان عملوا للجنود الثلاثه فهمت علي. نعم. ومن حق انه للجنود انه في منطقه الوادي اللي هي وادي سلامه فهمت علي بلدنا اللي كمان نفتخر ونعتز فيها يعني من جهه. نعم. ولكن بيو اشياء اللي كمان نتاسف انه يحدث كحدث منها من هالشكل. هذا محل طلع يعني بورود وبشجر وفي طبيعه اللي هي من الحجر من الحجر كمان طبيعه مثل الحجر هذا طلع. نعم. شايف علي؟ نعم. من الطبيعه. نعم. شايف علي؟ فمليحه ان لاهل بلدنا ولكمان لاي زائر من برا. يعني ومن بعد جهد الجهيد احنا من 2004 خلينا نتكلم لل 2012 هذا المكان انه بلشوا والحمد لله برضه بنقول الحمد لله لانه كمان يعني بعد النجاح وهذا المحل تقريبا جاهز بعد اشياء اللي هي بسيطه يعني بيكون فهمت علي ويكون افتتاح لاهل البلد وللضيوف. نعم. واي واحد يجي هيك بيقدر يتفرج زائر كان قريب او بعيد. اما بلاش احنا لا نقرب على الحجر ولا نقرب على الشجر ولا نقرب على البشر. لازم نحترم الجهة الكل كذا ما نحترم البشر نحترم الشجر والحجر. نعم. وان شاء الله بانه هاي بتكون اخر مره. هاي هيك بتامل من اهل بلدنا ومن اللي يعني او اللي بيسمعوني انه ما يعاودوا يراجعوا هذا الوضع هذا
لا لا زيت ولا نصيب الحجر ولا الشجر ولا بنغلث على حدا. واتامل من الله ومن كل انسان يسمعني. شكرا لك.